ملحقتش اعمل التحضيرات المناسبة عشان اصور فيديو بطريقة كويسة، لكن حبيت ان انا بسرعة الحق الفكرة الغريبة اللي حصلت. ممثلة تونسية اسمها عائشة عطية عندها 29 سنة اعلنت في حسابها على انستجرام اللي فيه 2 مليون بني ادم انها حامل في الشهر الرابع من صديق ليها بدون جواز، يعني هو مفيش جواز. الفكرة كلها او الغرابة كلها ان الممثلة دي يعني اعلنت ده كده بمنتهى الصراحة عادي. هي قالت في انستجرام انها شخص اللي هو صديقها ده ان هو استغنى عنها او تخلى عنها، وانه ما عندوش استعداد ان هو يعلن ان هو والد الطفل اللي في بطنها. الغريبة بقى ردود فعل الناس اللي في تونس او في العالم العربي اللي يعرفه عائشة عطية. عائشة عطية بشكل سريع جدا هي ممثلة تونسية عندها 29 سنة وشاركت في اعمال كتير جدا، منهم اذاعية ومنهم درامية ومنهم مسلسلات، وهي حد معروف في على مستوى تونس وممكن يكون في بعض الدول العربية يعني عارفينها. الغريب بقى ردود فعل الناس، في ناس تعاطفت معاها بمنطق انها ما تسيبش حقها، وفي ناس تعاملت انه احنا ازاي وصلنا للمرحله دي ازاي وصلنا للمرحله دي او للثقافه دي. وطبعا هي الفكره كلها في حد ذاتها بغض النظر عن هي شايفه ايه، انا شايف ان احنا وصلنا لمرحله من الانحطاط الاخلاقي والانحطاط الفكري على مستوى العالم العربي، ان احنا نقبل بحاله زي دي انها يتم اعلانها عادي. يعني ايه حامل وانا مش متجوزه وبتعلن ده عادي وتقول انها حامل من صديق؟ الغريب بقى ان في بعض التعليقات اللي جت، يعني حد بيقول يعني ممثله برضو مش عارف تونسيه او جنسيتها ايه، ولكن ما اعتقدش ان هي تونسيه، ان دي ممكن تبقى مرحله بقى ان احنا عاملين زي الاجانب كده ان احنا نعلن عادي ان في مرحله حمل من شخص ما صديق يعني بدون وجود جواز او زواج يعني، وان ده عادي. الكارثة الحقيقية انه احنا ازاي كعالم عربي ممكن نقبل الصورة دي، وازاي ان الصورة دي تبقى موجودة. معظم القنوات الاخبارية او معظم القنوات اللي بتهتم بالاخبار العربية كان موضوع عائشة عطية هو ترند جدا موجود وقوي ومش حاجة بسيطة، وللأسف الشديد ان الموضوع ده انتشر جدا وهي بتتعامل مع الموضوع ده عادي، ووجهة نظرها فيه انها مش هتسيب حقها. انا شايف بمنتهى الصراحة ان دي حاجة او سلوك مش مقبول. انت ليكي صديق وان انت حامل، ما اعتقدش ان الموضوع حتى لو انت مصدومة يستطيع ان انا اعمل فوتو سيشن واصور بطني واقول يا جماعة والله انا حامل في الشهر الرابع وان زوجي تخلى عني وان كذا. في نهاية الفيديو لو وصلت لاي معلومات جديدة عن موضوع عائشة عطية اكتب لي في التعليقات، ولو ليك وجهة نظر في ان انا ممكن اعلن عن حمل من شخص بدون جواز وانا عربية وفي مجتمع عربي وفي مجتمع شرقي واعلن حاجة زي كده، ده شيء مقبول او مش مقبول؟ ياريت تقولولي في الكومنتات. شكرا وسلام عليكم.